بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ النهارده ان شاء الله هنكمل المحاضره 18 من محاضرات الدي كويري يوزر انترفيس، وهناخد فيها مزيد من الخواص لداله واداه الديت بيكر للاختيار والتقاط اليوم، تمام كده، او التاريخ. اخر مره كنا وقفنا عند الشو من، وشفنا الشو من بتعمل حركه، الشو انيم قصدي، بتعمل حركه، وشفنا كمان التشينج يير اللي بتظهر السنه، تمام كده، وشفنا النمبر اوف مانثس دي بتتحكم في تاريخ او في عدد الاشهر اللي بتظهر في الديت بيكر، وشفنا الديت فورمات، ودي اللي بتتحكم في تنسيق الوقت اللي هيظهر لو ضغطت على اف 12 من لوحه المفاتيح بالشكل دوت. وشفت الحاجات ديت، هتلاقي دي السنه بتظهر معاك اهي، بحيث ان ممكن تختار السنه، وهتلاقي التاريخ لما انت بتختاره بيتم التحكم في الفورمات بتاعه عن طريق ديت فورمات، تمام. تعال نكمل شويه خواص تانيه، ولكن هنا هنيجي هنا اول خاصيه ممكن نشتغل عليها اللي هي الشو بوتون. شو ايه؟ شو بوتون. بكتب كده شو، وبعد الشو احط ايه؟ بوتون، شو اون قصدي، شو اون بهذا الشكل، واقول له ان الشو اون بتاعتك هتكون على شكل ايه؟ على شكل بوتون. بوتون، طيب معناها ايه الخاصيه دي يا جماعه؟ معناها الخاصيه ديت ان هو بدل ما تضغط انت على مربع الانبوت دوت، هتضغط على زرار على جنب مربع الانبوت. تعال نضغط في 12 ونروح المفتاح ونشوف اللي حصل ايه. هتلاقي في زرار هنا ظاهر اهو، لو ضغطت عليه كده هيبتدي يديك الديت ايه؟ ديت بيكر، كانك ضغطت على مين؟ على المربع دوت. دي برده ممكن تكون شكلها افضل واحسن من ان انت تضغط على المربع نفسه، لان ممكن المستخدم يجي يحاول يكتب مش عارف ايه، مش عارف يكتب، ممكن يلخبط فين في الادخال، لكن كده بيشوف الزرار فبيضغط على الزرار يبتدي يظهر له ايه؟ الحاجه دي، تمام كده؟ تمام. في كمان خاصيه اسمها خاصيه المين ديت والماكس ديت، تعال نشوف بيعملوا ايه. المين ديت لو انت لاحظت هنا، لو انا اخترت هنا بص هتلاقي التاريخ مفتوح مش محدد بيوم معين، يعني مثلا انا عاوز دلوقتي النهارده 7 في التاريخ اللي هو فرايداي، تمام كده، عاوز اقول له ابتدي اختار من يوم السبت اللي هو 8. اعملها ازاي؟ عن طريق المين ديت. يبقى اجي هنا احط كوما واقول له ان المين ديت بتاعك، المين ديت بتاعك هيكون بلس 1 بلس ايه 1، مش كده؟ تعالى كنترول اس نروح المفاتيح وهنضغط اف 12، دي معناها ابتدي اختار من تاريخ النهارده بكره اللي هو ايه؟ اليوم الذي يلي تاريخ اليوم، مش كده؟ لو فتحت دي كده هتلاقي كله اتعمل ديسيبلد ما عدا تاريخ بكره، يعني هو يبتدي يختار من يوم كام؟ 8/8/2020، ده تاريخ الاختيار بتاعه، تمام؟ تمام. طيب في حاجه اسمها برضه الماكس ديت، يعني برضه ممكن اقول له مثلا من تاريخ بكره و10 ايام قدام، هعملها ازاي؟ عن طريق الماكس ديت. يعني اجي هنا هعمل كوما واقول له في حاجه اسمها الماكس ديت، وفي الماكس ديت هحط كولن وبعد كده 2 كوتيشن، واقول له مثلا خد لي 10 ايام يعني بلس 10 دي، معناها كده خد لي 10 ايام من بعد تاريخ المين ديت. كنترول اس واف 12 وتعالى نشوفها. لو انا ضغطت هنا هبص كده يا جماعه، من تاريخ النهارده 7، هو المين ديت هيبدا من كام؟ من 8، ويبدا مستمر ماكس لحد ماكس ديت 17 لحد يوم 17، يعني 10 ايام من المين ايه؟ من المين ديت، تمام كده؟ تمام كده. عندي خاصيه المين ديت وخاصيه الماكس ديت بحيث اتحكم فيهم. في خاصيه بعد كده اسمها خاصيه الاون كلوز، وخاصيه الاون كلوز بتعمل ايه؟ بتخليك لما تيجي تختار اليوم ده مثلا كده تنفذ فانكشن بحيث ان انت تاثر على حاجه ثانيه. يعني زي ايه؟ يعني انا ممكن اقول له اختار لي مثلا تاريخ المغادره اللي هو المين ديت، عاوز التاريخ ده ينزل لي هنا، يبقى هو هيبتدي يختار تاريخ العوده من المين ديت وهو ماشي. هعملها ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها لون كلوز. اعمل ازاي لون كلوز؟ اول حاجه بخلي الفورمات بتاع الريتيرن ديت اللي هو تاريخ العوده هو نفسه تاريخ ايه؟ هو نفس الفورمات بتاع تاريخ ايه؟ تاريخ المغادره. يبقى اخد دي كلها على بعضيها كنترول سي اللي هي ديت فورمات دي، واحطها هنا كخاصيه مع تاريخ العوده بهذا الشكل، واضغط كنترول ايه وفي، تمام كده، واشيل الكوما دي. يبقى كده الاثنين دول واخدين نفس الفورمات. دي اول خطوه. ثاني خطوه دي خاصيه، فهنيجي هنا نعمل كوما كده وهنقول له اون كلوز، تمام كده، واحط اثنين كوما اثنين كولن، تمام كده، واقول له نفذ لي فانكشن، والفانكشن ديت هتاخد سيلكت ديت اللي هو بتاع النهارده، سيلكت ديت اللي هو بتاع النهارده، تمام كده. وبعد كده هنحط كيرلي براكتس عشان ننفذ فيه الفانكشن دي، وفي الكيرلي براكتس ده انا هقول له روح على تاريخ العوده اللي هو الريتيرن ديت اللي هو الريتيرن، تمام كده، واعمل فيها
ديت بيكر، ديت بيكر، ديت بيكر، بيكر دوت. يا جماعة لازم نحط دوت. فورت تمام كده، حط دوت الاول، ديت بيكر تمام، افتح قوس واقوله في الديت بيكر بتاعك تمام كده. اول حاجه هيبقى عندك اوبشن، اوبشن، والاوبشن ده يا جماعه هيبقى المين ديت، من ديت بتاعك تمام كده. والمين ديت ده هو هيبقى عباره عن السيلكتد، سيلكتد ديت تمام. تمام اروح في بسمي كول، دي معناها ان السيلكتد ديت اللي انا هختاره في تاريخ المغادره هينزل يروح لتاريخ ايه؟ تاريخ العوده تمام كده، عشان يبتدي يختار من بعدي. تمام تمام بس كده كنترول اس، وتعالى نشوف هيحصل ايه. نفتح دي تمام، نختار 8، نفتح ديت هتلاقي بدل من المين عندك من كام؟ من 8، ومكنسل الباقي. دي خاصيه ايه؟ لون كلوز. بكده نكون خلصنا الحلقه دي النهارده، وان شاء الله نتقابل في حلقه جديده. اذا عجبك الفيديو اتمنى لك كومنت لايك شير ليه، واذا عجبتك القناه اتمنى سبسكرايب داخل القناه، وكل اتنين شاكرين. كان معاكم مهندس مصطفى عبد القادر الزايد من قناه مصطفى الزايد للمحاسب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.